بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اهلا وسهلا بالقضاء الفضيل الشيخ الزائر الكريم الذي اتى الينا، فضيله الاعلام الشيخ وائل التبجري، استاذ الدكتور سليمان التبجري، فضيله الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي، وفضيله الشيخ ابراهيم موسى، فضيله الشيخ ابراهيم رامدي، فضيله الشيخ ياسر الشافعي، ومرحبا بكل الفضلاء اليوم النهارده على غير معاد، على يعني غير معيد المعهد، لكن اتفق معنا طبعا بيدخل اليوم، فاهلا وسهلا بالجميع. ويعني فضائل المشايخ في غنى عن التعريف وعن التقديم، وتضيف الوقت ان شاء الله يبدا فضيله الشيخ سليمان التبجري في محاضره عن العلم وفضل العلم واهل العلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بنا الجميع، وفي النهايه يسمح على غير العاده بعض الأسئلة المكتوبة فقط في محاضرة الشيخ، هيسمح ببعض الأسئلة الشيخ معاه وهيمشي قبل ما أرجع لكم، ما يطولوش في الأسئلة. وكما عودناكم أن تسأل فيما تحتاج فقط، ما تفتحش أسئلة ملهاش معنى، ما تفتحش أسئلة تريد تحمي فيها نفسك، لا نريد أسئلة من هذا الشيء، الأسئلة التي تحتاج إليها أرسل بها للعلماء المهمين إن شاء الله يجيبون عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنه ليوم مبارك أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان المبارك في موضوع يهمنا جميعا ويعنينا بالمقام الأول كل من ينتسب إلى العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما والتفرق من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على تحمل ما تعلمنا لنعلم ونبرئ ذممنا. أيها الأحبة، وأنتم ممن ينتسب إلى العلم تدركون أهمية العلم وآثاره وما يترتب عليه من تبعات ومصالح، ولهذا قال بعض أهل العلم إن العلم أوضح من أن يعرف. وفي اللغة العلم نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا يتطرق إليه شك أو ظن، وإنما هو علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم هو الذي جاء الثناء عليه من عند الله جل وعلا، وهو علم الوحي، علم الذي ينتفع به الإنسان فيما خلق من أجله، وهو أن يكون في هذه الأرض يعرف كيف يعبد ربه. هو العلم الذي يحتاجه الإنسان في إصلاح نفسه ومنع الضرر عليه وعلى غيره. هو العلم الذي يدفع به الإنسان الشرور والآثام
عن الفرد والمجتمع. فالعلم أحيانا يكون فرض عين، وأحيانا يكون فرض كفاية، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباحا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع. يدخل في فروض الأعيان العبادات، وقبلها معرفة الله. ولهذا كانت الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالعلم الأساس هو أن تعرف لماذا أنت وجدت في هذه الأرض، وتؤدي الدور المطلوب منك في هذه الأرض. والله خلقك لعبادته، وخلق كل شيء لك، فلا بد أن تؤدي المطلوب منك، وأن تعرف كيف تتعامل مع الموجودات حولك، لتسخرها لنفعك ونفع غيرك، لا أن تستعمل استعمالا ضارا وخاسرا. والعلم الشرعي هو أفضل الأعمال الصالحة، وقد قال ربنا جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهو القائل جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب المعرفة، أصحاب الفهم الصحيح، هم الذين يتذكرون هذا الأمر. فالعلم يا أيها الأحبة هو رفعة للإنسان في الدنيا والآخرة بحسب ما يقوم به من عمل بما علم. وما أثنى الله تعالى به على أهل العلم ورفعه لدرجاتهم ما جاء في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فهذه الدرجات تريدونها أنتم، وتطلبونها وتنشدونها وترغبون في تحصيلها. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالفقه في الدين هو قصد الامتثال عند التعبد بالعمل. فالإنسان يتفقه في دين الله، وهو أن يعرف مقصود الشارع من هذا العلم. فإذا أنك عرفت مقصد الشارع من هذا الدليل، من آية أو حديث، فهذا هو الفقه في الدين. عرفته والتزمت به ودعوت إليه وتحملت ما ينالك من ضرر فيه. وحكم العلم فيما يتوقف على معرفة الإنسان لعبادته أمر واجب، كما قلنا: على الأعيان كل بحسبه. وكذلك كل معاملة يريد أن يعملها أو يقوم بها لا بد أن يعرف حكم الله فيها. إذا أردت أن تبيع لا بد أن تعرف أحكام البيع، هل هذا البيع حلال أو ربا أو غرر، هل فيه جهالة أو قمار. إذا أردت أن تستأجر لا بد أن تعرف هذه الأجرة وأحكامها،
هل المؤجر مالك أو غير مالك وغير ذلك من الأمور. ومن أفضل الأعمال الاشتغال بالعلم، لأنه يحول بين الإنسان وبين البدع ويمنعه عن أن يتخبط. ولهذا فإن الله جل وعلا نبهنا إلى أن نقول في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم ممن عنده علم لا يعمل به، والضالون هم النصارى ومن شابههم ممن يعبد الله على جهل ويتخبط في عبادته. وأما نحن أهل الإسلام فإننا نعبد الله تعالى على بصيرة، على الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، إن من أهم فضائل العلم أن الله جل وعلا قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة، في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويكفي طالب العلم فخرا بهذا الأمر وعزا وشرفا، فإن الله تعالى لم يقل أولو المال ولا أولو الجاه ولا أولو السلطان ولا أولو الأجسام الكبيرة، وإنما أولو العلم. وهذا الأمر لو فكر فيه طالب العلم جليا لعاش طيلة حياته سعيدا قرير العين. ولهذا يقول العباد من العلماء في أعمالهم في عباداتهم في الليل: لو يعلم السلاطين ما نحن فيه لجالدونا على ذلك بالسياط. مما يكونون فيه من السعادة الغامرة العامرة. الله جل وعلا بيّن أن العلماء يخشون ربهم أكثر من غيرهم في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر خشية لربه، كما جاء عن نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما كان الإنسان أكثر معرفة لله كان منه أقرب وأخشى. وعلى هذا فإن الإنسان ينبغي له أن يتعلم ما يعرف به ربه، والله تعالى علمنا به وعرفنا بذاته وأسمائه وصفاته. وتلاحظون القرآن من أوله إلى آخره تعريف بالله، هو تعريف بالله جل جلاله، بيان لأفعاله وتوضيح لعظمته وكبريائه، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته. إذا عرفنا هذا فأنت يا عبد الله
كن مشغولا بالله لا مشغولا عن الله تبارك وتعالى. ومن أهم فضائل العلم أن العلم والفقه فيه من علامات إرادة الله تعالى بالعبد خيرا، كما جاء في حديث معاوية المتفق عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإن هذا يدل على أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله حتى تقوم الساعة. والمراد بالفقه هو فهم مقصود الشارع من النصوص، وليس فقط فقه المسائل الفرعية. ويكفي بهذا الحديث شرفا لطالب العلم على بصيرة. ثم إن العلم ميراث النبوة، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، وهو طريق إلى الجنة، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حيث قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وواقعنا أيها الأحبة شاهد لهذا الميراث، شاهد لهذا الميراث. فإن الإنسان الذي يقوم بهذا العلم يتعلمه ويعلمه، تعلمه ويعمل به ويعلمه، فإنه يتخلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويرتفع ميزانه وقدره في الأرض والسماء. ومن الأمور التي تبين فضل العلم أن الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلب من ربه الزيادة في العلم، حيث قال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. ولو كان هناك شيء أفضل منه لطلبه الله، أو لطلبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر سهل على الإنسان أن يطلبه، ولكن ينبغي أن يعمل بأسباب تحقيق المطلوب. ثم إن العلم مقدم على العمل وشرط له، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالعلم يا عباد الله نور يضيء لصاحبه الطريق، فيسير في عبادته على الوجه الصحيح، ويتعامل في معاملاته مع الناس على هدى وبصيرة، ومن أهم الأمور التي تسمعونها في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ممن كان قبلنا أنه قتل 9 أو أنه قتل 99 نفسا، وذهب إلى عابد وسأله هل له من توبة، فقال: لا، قتلت 99 نفسا ليس لك توبة، كيف يكون لك توبة؟ فقام وقتله وكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم من العلماء قال:
إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبينها؟ فإن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. لكن أنت تعيش في بلد سوء يعينونك على الشر والفساد، فذهب إلى بلد كذا حيث أن أهله أهل صلاح وتقى يعينونك إذا تذكرت ويذكرونك إذا نسيت. فغادر وسافر إلى تلك البلدة فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا. فأرسل الله تعالى إليهم ملكا ليفصل بينهما، فقال قيسوا ما بين البلدتين فإلى أيهما أقرب كان من أهلها. فقاسوا ما بينهما فوجدوه إلى القرية التي ذهب إليها أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. سبب هذا العلم هو الذي جعل هذا الإنسان يفتيه بهذه الفتوى، وأما الأول فأفتى بغير علم فضل وأضل، وهذا من القول على الله بغير علم. ومن الأمور التي تبين فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في غبطة طالب العلم بقوله في حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني أنه لا غبطة إلا في ذلك، والغبطة هي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زوالها. ولم تكن الغبطة في كثرة مال وجاه وسلطان إلا إذا كان هذا المال ينفق في وجوه البر والخير، ولا ينفقها الإنسان في وجوه البر والخير إلا إذا تعلم هذا الأمر وتبين له أنه يفيده عند ربه جل وعلا. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فينبغي للناس أن يهتموا بهذا الجانب، جانب العلم. ثم إن العلم يبقى بعد زوال صاحبه وينتفع به بعد موته. وهذه المكتبات العامرة التي تراجعونها لمؤلفين ماتوا من مئات السنين وأنتم تترحمون عليهم كلما مر ذكرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون والأئمة المهديون وأئمة السلف المعاصرون والمتقدمون قاموا بهذا العمل الجليل العظيم، ونفع الله تعالى بهم من جاء بعدهم، ويستمر نفعهم إلى قيام الساعة. ومسألة مهمة وهي أن العلم لا يحتاج إلى بذل جهد في حراسته، وإنما هو حارس لصاحبه ومؤنس له، بخلاف الأموال. الإنسان اللي عنده ملايين أو مليارات لا ينام الليل يخاف عليها من اللصوص، والإنسان الذي عنده أراضي وعماير وأملاك
وعقارات وغيرها يعيش في الصراع معها، ثم إذا مات أخذت، بينما العلم يبقى ولا يحتاج منك إلى كلفة، ولا يحتاج منك إلى تعب، ولا إلى استئجار حراس عليه، وإنما هو الذي يحرسك ويكون ذخرا لك عند اشتداد الكروب. ثم إن العالم يعتبر مرجعا للناس ومحل ثقتهم، قد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. وهذه قضية نحتاجها في هذا الزمن كثيرا، بمعنى أن الإنسان وهو مبتدئ في الطلب لا ينصب نفسه حاكما على القضايا والمسائل، وإنما يرجع إلى من هو أعلم منه ويسأله عن رأيه في هذه القضية والحادثة والمسألة حتى يتبين له الحق. فإن الشائعات وترويج كثير من الأمور في هذا الزمن ينتج عنها أضرار كبيرة على الأفراد وعلى المجتمعات، ولو رجع فيها إلى أولي الأمر، وأولي الأمر هم العلماء الذين يعرفون النصوص ويعرفون كيف يستخرجون منها الأحكام، لكان في هذا سلامة للأمة من كثير من المشكلات التي ينتج عنها إضرار وأضرار. جاء في فضل العلم قول ابن عباس رضي الله عنهما: تدارس العلم ساعة، تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. إحياؤها يكون بالصلاة عادة، فكونك تشتغل ساعة بطلب العلم أفضل من أن تقضي 10 ساعات في الصلاة، وما ذاك إلا لأنك بالعلم تتعلم مسائل وتتفقه فيزول عنك جهل وتصير معلما للناس الخير. وأما عبادتك فهي قاصرة على نفسك، لا تتعدى إلى غيرك. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، لأنه لا يصلح أن يمر عليك لحظة ولو دقيقة واحدة تكون ما تعرف، لكن ممكن تجوع 10 ساعات، 12 ساعة، 15 ساعة، 24 ساعة ولا يضرك، لكن أن تبقى لحظة بدون علم هنا تحدث الكارثة والمشكلة، حيث إن كثير من الحوادث تحصل بسبب وجود لحظة من لحظات الشيطان يوسوس فيها للناس وهم لا يعرفون الحكم فيتصرفون عشوائيا دون أن يكون لهم معرفة بالحكم في هذه الواقعة. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من النافلة. ويقول الحسن البصري: من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة أولا بأول، بل إنهم مع قلة وسائل التعلم عندهم ووسائل الاتصال وعدم وجود الأوراق والأقلام والكتب، ولا يوجد عندهم صحافة ولا غيرها، كانت القرى البعيدة عن المدينة يتناوب أهلها التردد عن المدينة، فإذا تعلم هذا المندوب مسألة أو سمع آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه وعلمهم،
وكل واحد تعلم هذه المسائل يذهب إلى بيته ويعلمها أهله ونساءه. وكانت الأمة في ذاك الزمن في قمة العلم، أرفع مستوى من التعليم وجد على وجه هذه الأرض هو عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا هم قمة الأمم في التعلم. ويندر أن يوجد بينهم الجاهل في مسائل الدين. ونحن الآن كما هو مشاهد ومعروف عند الجميع وسائل التعلم أسهل ما يكون، يستطيع الإنسان أن يحمل المكتبة الشاملة في جيبه، عشرات الآلاف من المجلدات تحملها في جيبك وتفتحها أي وقت شئت وتتعلم أي وقت شئت، وعندك إضاءة وعندك وسائل التعلم من دون انقطاع. ومع هذا يوجد في الناس صدود وإعراض وغفلة عن هذا الأمر. إذا عرفنا هذا فإن طالب العلم لا بد أن يتأدب بآداب جمة، من أهمها إخلاص النية لله تعالى في طلبه، بأن يقصد وجه الله جل وعلا في طلبه للعلم، حيث قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذا أمر الله بشيء أو أثنى عليه صار فعله عبادة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما قال مصطفى: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني لكن لو أراد الإنسان، وهذه ربما تشكل على بعض الأخوة، لو أراد الإنسان الحصول على الشهادة لأن النظام لا يمكنه من نفع الناس بعلمه إلا بها، فهو مقصد حسن، لأنه قصد نفع الناس بعلمه وسلك الطريق الموصل إلى ذلك وهو تحصيله للشهادة، فلا يعتبر هذا داخلا في هذا المعنى. ومن الأمور المهمة لطالب العلم في أدابه أن ينوي بطلبه للعلم إزالة الجهل عن نفسه وإزالة الجهل عن غيره، وينوي به الدفاع عن دين الله. فالأصل في الإنسان هو الجهل، والله جل وعلا أخبر في قوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فتنوي بطلبك للعلم أن يزول عنك الجهل، وأن توصل العلم إلى غيرك، وأن تتحقق لك بهذا العلم خشية الله جل وعلا التي قال فيها تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتنوي بتعلمك أن تدافع عن دين الله، وأن تصد كيد الأعداء عن هذا الدين من الملاحدة والمبتدعة وأهل الأهواء. ومن آداب طالب العلم العمل بما علم، كما جاء في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فعمل الصالحات من مسمى الإيمان، فالإيمان عقيدة وعبادة وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وثمرة العلم هي العمل.
والقرآن حجة لك أو حجة. وقد قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقبلون ما يأتيهم من أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ينقله عن ربه في القرآن أو مما يقوله لهم، فلا يتردد الإنسان عن قبولها. فالمطلوب من الإنسان إذا علم أن هذا النص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبله ولو كان لا يناسب هواه. ولا يقول أنا عقلي لا يقبل هذه المسألة، أو هذه لم تدخل فكري، أو أنا لا أؤيدها. وإنما يجب عليه أن يرضى ويسلم، كما قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والأصل في العبادات هو التوقيف، ومن زاد فيها فهو مبتدع. وكثير من القضايا التي سببت التأخر لبعض قطاعات المسلمين هو إحداثهم في الدين ما ليس منه. وقد قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: فمن زين له سوء عمله فرأوه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والمطلوب من الإنسان المؤمن هو أن يتفهم النصوص ويعرف كيف يأخذ منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذا يعني أن الإنسان لابد له أن يتواضع لهذا العلم. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأعدوا لهذه الأسئلة جوابا. جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف أهل النار فيقولون فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. متفق عليه. ومن أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم فيها أن يبدأ بالأهم ثم المهم، فيتعلم أصول الدين توحيد وعبادة وما يتبعها من فروع ويلحق بها من فروض الكفاية، وأن يتدرج بالتعليم ليحصله. فيبدأ بحفظ المتون ثم في شروحها، ثم يبدأ بالمتوسطات ثم المطولات.
لا يستطيع الإنسان أن ينتقل من لا شيء إلى أن يكون كل شيء، وهذه غلطة يقع فيها كثير من كبار السن الذين يطلبون العلم على كبر، يرى أنه لا يصلح أن يبدأ بمبادئ العلوم، وإنما ينبغي لكبار سنه أن لا يقرأ ما يقرأه الصغار من الطلاب. ومن المعلوم أن كل فن لا بد له من مفاتيح فلا بد وأبواب، فلا بد الإنسان أن يسلك هذه المسالك، فلا ينصب نفسه عالما متعالما وهو لم يؤسس على أساس قوي متين. من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم هو عدم كتمان العلم، وأيضا الحذر من الفتوى بغير علم، وأيضا الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفقه. فهذه الأمور لا بد أن ينتبه لها طلاب العلم، والله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه أجمع يوم القيامة بلجام من النار. فالإنسان مطلوب منه أن يعلم، لكن عليه أن يحذر أن يقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم قرين الشرك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وليس عيبا في الإنسان إذا سئل أن يقول لا أدري أو يقول الله أعلم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن شيء فقال لا أدري، ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم في نار جهنم؟ أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا؟ وابن مسعود رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وهذه كثير من الناس الذين ليس عندهم علم يظن أنه عيب في الإنسان أن يقول لا أعلم، بينما ابن عمر وابن مسعود قالوا هذا. أما مالك رحمه الله فإنه كان لا يفتي إلا بعد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول ابن حسين رحمه الله: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. يعني أن الواحد منا في هذا الزمن إذا سئل عن المسألة هو جاهز في الجواب، يعطيها الجواب على طول، بينما لو أنه سئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: انتظروا نجمع أهل بدر ونسألهم كبار الصحابة هل يعرفون عنها شيء. وهذا خطر عظيم في زمننا هذا، نرى آثار له سيئة على النتائج المشاهدة في الواقع. سئل الشعبي رحمه الله عن مسألة فقال لا أحسنها، فقال له أصحابه: قد استحيينا لك. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذه المسائل ونحوها نحتاجها أيها الأحباب في هذا الزمن. ثم إن من أخلاق طالب العلم أن يصبر على الطلب، وأن يثابر ولا يمل ولا يقطع الطلب، وأن لا يتسرع في جمع كل العلوم ويظن أنه بشهر أو سنة أو 10 سنوات سيصير هو العلامة، وإنما عليه أن يأخذ العلم على قدر استعداده واستيعابه. فبعض الناس يستوعب بعض المسائل في وقت واحد، وبعض الناس يحتاج إلى أن يأخذ كل يوم مسألة، وبعض الناس يحتاج إلى أن يتعلم في الأسبوع مسألة.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والله جل وعلا يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر شأنه عظيم في هذا الأمر. من أهم الأمور التي نحتاجها في هذا الزمن احترام العلماء. ينبغي على طلاب العلم أن يحترموا أهل العلم وأن يقدروهم وأن يحبوهم. والمراد بأهل العلم أهل التوحيد، أهل المعرفة بالله، أهل المعرفة بكتابه، أهل المعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتمسكون بها. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منك ما تكره أن تقذف في النار. هذا الأمر ونحوه مهم جدا في حياتنا، وينبغي الاعتذار عمن أخطأ في نظره في نظرك، وأن تحمل خطأه على محمل حسن، لأن قد يكون بعض أهلهم يقول في مسألة قولا بناء على فهم فهمه من نص ضعيف أو نص منسوخ، وهو لم يصل إليه النسخ أو أنه وصل إليه من طريق قوي. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم في قديم الزمن، ولم يقع بينهم عداوة، ووجد لبعض الأئمة في المسألة أكثر من قول، بل ربما وجد عن الإمام الواحد في المسألة الواحدة أكثر من 4 أقوال، وقد نقل هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. وينبغي على طلاب العلم أن يحذروا من تتبع أخطاء الآخرين لأجل التشويش، فالفرح بزلة العالم إشاعتها بين الناس ليس من منهج السلف ولا من طريقتهم، وإنما هي فشت في العصور المتأخرة لأجل تفريق الأمة الواحدة وأصحاب المنهج الواحد. يقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد أو مردود عليه. ويقول أيضا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الكثير من الأئمة أبو حنيفة الشافعي وأحمد ورد عنهم وغيرهم كذلك من تلاميذهم أنه قال: إذا وجدتم قولنا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا عرض الحائط. وعلى هذا فأتباع المذاهب إذا وجدوا في مسألة في مذهبهم على منهج نحو معين وقد جاء دليل ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما عليه، فيجب عليهم أن ينصاعوا لذلك ويتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن إمامه سواء كان أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد قد تبرأ من الخلاف وأمرنا أن نرجع ونرد أمرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت عند الأتباع، وأنه لا يبيحنا أن نتابعه ونحن نعلم النص بسنده وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من صواب من أقوال أهل العلم نقبله، وما كان من خطأ يرد على صاحبه، وندعو لصاحبه ونعتذر له ونعتقد أن له أجرا باجتهاده عندما أخطأ، وأن الذي اجتهد وأصاب له أجران. وإذا كان أصحاب هذه الأقوال المخالفة أحياء فإنهم يناقشون بالطريقة التي تتناسب مع قدرهم ومع مكانتهم، يكلمون مشافة أو كتابة أو عن طريق أحد قرنائهم، فلا يجوز التهجم ولا التشهير بالمخالف من أهل العلم.
وقد قال بعض السلف رحمهم الله: المؤمن يلتمس له المعاذير، والمنافق تلتمس له الزلات، لأن المنافق الأصل فيه الفساد، وأما المؤمن فإن الأصل فيه الصلاح وحسن القصد. كما أنه ينبغي التمسك بالكتاب والسنة وعدم التعصب للمذاهب أو للمشايخ في مسائل الاجتهاد، ولا يوجد شحناء ولا تباغض بين طلاب العلم بسبب خلاف في مسألة هي محل اجتهاد، وإنما يترحم على من قال بالقول المخالف ويحسن فيه الظن على اجتهاده. وقد قال الله تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أهم الأمور لطالب العلم أن يكون متواضعا، وقد أثنى الله تعالى على هذا النوع فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون بمعنى الرفق واللين. وقال الحسن البصري: علماء حلماء. وقال محمد بن حنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون وإن سفه عليهم حلموا. يقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. فطالب العلم يتحلى بالأخلاق الفاضلة، يسأل عما أشكل ويبدأ بالسلام جميل المعشر طلق الوجه لين الجانب. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة بعمله. والناس دائما يتأثرون بالأعمال أكثر من الأقوال. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا نزانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. والدعوة إلى الله في كل فرصة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى، وأن يكون الإنسان في هذا الأمر محسنا الظن بإخوانه المسلمين. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وطرق الدعوة متنوعة في زمننا هذا، كثرت نصيحة مباشرة أو شريط أو كتاب أو زيارة أو وسائل الإعلام أو وسائل شبكة المعلومات في الإنترنت وغيرها. من الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في درجات إنكار المنكر يحسن أن أذكرها، يقول: إذا أردت أن تنكر المنكر فانظر ما الذي يترتب على ذلك، ولا يخلو من أربعة حالات أو من أربع حالات: أن يزول ويخلفه ضده، وهذا مشروع، أن يزول بعضه ويبقى بعضه وهذا مشروع، أن يخلفه ما هو مثله وهذا محل خلاف، أن يخلفه ما هو شر منه فهذا حرام. وهذا الأمر مهم جدا في إنكار المنكر. إذا أردت أن تنكر المنكر ورأيت أنه إذا أنكرت هذا المنكر سيأتي منكر أشد منه فهذا لا يجوز. أما إذا كان يزول ولا يترتب على ذلك فيكون واجبا، أو يزول بعضه فيكون واجبا،
أما إذا زال وعاد مثله فهو محل الخلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول أنكر وبعضهم يقول لا فائدة من الإنكار. ثم إنه ينبغي للإنسان أن لا يقحم نفسه في أمور هو لا يستطيعها وهي أكبر من حجمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان ينبغي له أن يصل إلى النتيجة المطلوبة دون أن يترتب على ذلك أضرار تعود عليه أو على المجتمعين. وينبغي للإنسان أن يكون حكيما، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكيم هو الذي ينزل الأشياء منازلها. وقد قال ربنا جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وينبغي للإنسان أن يتمسك بالكتاب والسنة في طلبه من أصوله القرآن والسنة، ويستعين بكلام أهل العلم الذين سبقوه في فهم هذه النصوص من العلماء الأجلاء. وقد قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأصحاب العقول والفهوم الناصحة يرجع إليهم في ما فهموه من النصوص، ولا يقول أحد أولئك الأئمة رجال ونحن رجال ونحن وإياهم سواء، بل هم يفوقونك في كثير من الأمور، وعندهم من مصادر التلقي والضوابط ما تغيب عنك. كما أن الإنسان ينبغي له أن يتثبت فيما ينقل من أخبار وأحكام، حيث أنه يشاع في الساحة أمور يقصد منها تشويه السمعة، ومنهج السلف في التلقي يأبى هذا. فينبغي للإنسان أن يتأكد من صحة الخبر ويتأمل الصواب في الحكم لهذه المسألة، وأن يراجع من نسب إليه هذا القول لمناقشته. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. وقالت عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ثم إن طالب العلم ينبغي أن لا يقحم نفسه بأمور هي أكبر منه، كما قلنا قبل قليل. من الأسباب المعينة على طالب العلم تقوى الله جل وعلا، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. والتقوى هي وصية الله تعالى للأولياء، للأولين وللآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أو أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فتجعل بينك وبين ما تخشاه من غضب الله وسخطه وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والفرقان أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، ويدخل فيه العلم دخولا أوليا. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فينبغي أن ينتبه طلبة العلم لمثل هذه المسائل. وقوله جل وعلا: ويكفر عنكم سيئاتكم، وذلك بفعل الأعمال الصالحات، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس وجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن أهم الأمور المثابرة والاستمرار في الطلب. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. وورد عنه رضي الله عنه أنه قال: إن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي التراب،
فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك الحديث. وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي هي في هذا الباب. ومن أهم الأمور حفظ المتون وتقييد المسائل والفوائد وتطبيق ما تعلم عمليا. وكثير من السنن تفوت على الإنسان إذا لم يطبقها عمليا، سواء كانت فعلية أو قولية. وقد كان بعض الناس إذا أراد أن يتعلم زكاة السائمة من بهيمة الأنعام يذهب إلى أهل المواشي ويكتب، يحسب عدد مواشيهم من الإبل أو من الغنم، ويقول: يجب عليك كذا من نوع كذا، حتى أنه يتقن هذه المسائل ويعرفها، لأنه إذا قرأها في الكتب دون ذهاب إلى الميدان العملي لا يجد أنه حفظ شيئا. ومن أهم الأمور ملازمة العلماء، فيقيد ما يتلقاه منهم، ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وأخطاء في الأخير أقولها موجزا، يجب الحذر منها. يجب على طلاب العلم أن يحذروا من الأمور التالية: الحسد، وهو كراهية ما أنعم الله تعالى به على غيرك ولو لم تتمنى زوالها. والله تعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وكما هو معلوم لديكم أن الحسد خلق ذميم، لأن الحاسد يحاول الحط من قدر المحسود أو ازدراءه ونحو ذلك. والمسألة الثانية: الإفتاء بغير علم، وقد نبهنا عليها في قبل قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان لا يعرف حكم المسألة ينتظر. ولهذا تتأملون في القرآن آيات كثيرات: يسألونك 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 ماذا أحل لهم، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن ذي القرنين. وسورة أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب المرأة حتى نزل عليه الوحي. المسألة الأخرى هي الحذر من الكبر، وهو رد الحق واحتقار الناس، والحذر من التعصب للمذاهب ونحوها، والحذر من التصدر للفتية قبل التأهيل، والحذر من سوء الظن بالآخرين ونحو ذلك من الأمور. ونكون بهذا قد أوشكنا أو انتهينا، والأخوان يقولون انتهى الوقت. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ثم إني أشكر صاحب الفضيلة الشيخ أحمد على إتاحة هذه الفرصة باللقاء بكم، وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله جل وعلا أن نراكم قريبا من الأئمة الأجلاء الذين ينفعون المجتمع كما نفعوا أنفسهم. وأكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله فضيلة الشيخ سليمان الدويقري الأستاذ الدكتور مدير دار الحديث بمكة التابعة لجامعة أم القرى، نشكره. نعم، لا، مستقلة، المستقلة عن جامعة أم القرى، جزاه الله خيرا كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك ميزان حسناته، وأن لا يحرمنا من دعواته ومن زياراته لمعهد الفرقان. والآن مع فضيلة الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي يعلمنا من بعض ما أفاض الله عز وجل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وخير ما نستغل فيه ما بقي من الوقت هو إجابة فضيلة الشيخ على أسئلتكم.
هذه هي بين يديه. هذا السائل يقول: أحيانا المسلم يحزن في بداية طلبه للعلم وتحمله ولا يجد وقتا كافيا لقيام الليل، يدخل بيته من الدروس العلمية والمحاضرة نحو 12 ليلا ويريد الاستيقاظ لصلاة الفجر ويحزن على هذا التقصير مع ما يعلم من فضل قيام الليل والخلوة بربه، فماذا يفعل وما البدائل يعوض هذا الذي يضاع منه؟ هو لا يضيع منه شيء ما دام أنه يشتغل بالعلم، وكونه يصلي الليل ولو لم يأتي إلا بالقدر اليسير فإنه يتحقق له ذلك. وإذا كان إنسان جلس إلى الساعة مثلا 12 قبل أن، إذا كان يخشى أن لا يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، فيصلي ما يستطيع، وقيام الليل أقله ركعة، لو لم تأتي إلا بركعة واحدة فإنك تتحقق لك أنك صليت الوتر، وإن صليت ثلاثا فهو أكمل، وإن أردت أن تأتي بإحدى عشرة ركعة فهذا هو الأتم، لكن لا تترك الوتر، لأن صلاة الوتر لا تكلفك وقتا ولا جهدا، لأنها لا تزيد عن 3 دقائق. إذا كنت لا تستطيع أن تصلي 11 ركعة أو أكثر منها أو أقل منها فلا تترك 3 ركعات، وإلا فركعة واحدة لا تفوتها على نفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صلاة الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. يقول: يتعامل طالب العلم مع الناس بما تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا إذا كان لا يعلم أشياء وهو يتعامل مع الناس كاختلاط ومخالفات شديدة، فما هو الموقف؟ الموقف هو أن يعلم ما علم، أنت تعلم أن هذا الأمر محرم، فزملاؤك ومن تتعامل معهم ببيع أو شراء أو نحو ذلك تبين لهم حكم هذا، ودائما الأمور تبدأ بكلمة ثم تتكرر ثم تجد أحد يؤيدك وأحد يخالفك، فكرر هذا الأمر حتى تجد أنك بعد فترة كل الذين حولك يوافقونك، وأنت تعرض عليهم الفكرة التي استقيتها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل والمستند الشرعي. يقول: هل هناك من نصيحة لمن يضيع الوقت على الإنترنت؟ ونعم، النصيحة: هذه أجهزة ووسائل للتعلم، لكن ينبغي للإنسان أن يستفيد منها ولا يترك مجال لأن تكون ضررا عليه، ولا تكون ضررا على بدنه، لا عينيه ولا على ظهره، وإنما يستفيد منها ويكون استعماله استعمالا معقولا، إسراف وليس فيه إلحاق ضرر بنفسه، وأيضا يكون استعماله لها للاطلاع على المعلومات النافعة. يقول: ما نصيحتك لمن يصاب بالملل والكسل؟ نصيحتي لمن يصاب بالملل والكسل أن ينظر إلى سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقرأ فيها ويحاول أن يقتدي بهم، فيجد أنه لا فارق بينه وبينهم من حيث التكوين الجسمي، والزمن الذي يعيشه الإنسان هو الزمن، اليوم والليلة 24 ساعة، فما الذي كانوا يعملونه وما الذي تعمله أنت؟ لماذا أنت تكون كسول وهم كانوا على غير هذا الأمر؟ هذا نفس المحاضرة، يقول: أعد علينا المحاضرة، نريد طريقة منهجية يسير عليها طالب العلم حتى يتسنى له مراجعة العلم من مسائله كما قلت. وأرجو أن يكون إن شاء الله مسجل الكلام هذا، وتستفيدون اللي فات عليه شيء يحاول أن يستفيد منه في إعادة التسجيل. يقول: ابتلينا في هذه الأيام ببعض الأصابر الذين يتطاولون على أهل العلم ويقعون في أعراضهم، لأن هؤلاء العلماء عندما يتكلمون في مسائل العقيدة وخاصة في باب الحاكمية أنه لا يستحق لقب خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين إلا من قاد الناس بكتاب الله، يقعون في أعراضهم ويجرحونهم ويقولون عن علمائنا إنهم خوارج، كيف نتعامل معهم وهم لا يقبلون إلا من يقول بكلامهم من المذهب ونحو ذلك؟ على كل حال، هذا السائل أيضا دخل في الكلام، حاول أن يشارك الذين ينتقدهم، ولكني أنا ما قرأت عليكم. أولا، ينبغي للناس دائما أن يكون رائدهم هو الحق، والله تعالى يقول: تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب على هذه الأمة تجتمع على الحق، وإذا أخطأ أحد أن يبين له الخطأ بالطريقة التي سبق أن أشرنا إليها،
بحكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن. ولا يكون الإنسان يريد أن ينتصر لنفسه ويظهر أنه تغلب على الآخر ويحاول التهجم عليه. يقول هل طلب علم العقيدة فرض عين؟ وهل طلب علم الفقه فرض عين؟ أما ما تعلم به معرفة ربك ومعرفة دينك فهذا فرض عين، لا بد أن تعرف ربك، لأنك إذا لم تعرف ربك كيف تعبده؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أجيبه لا. إذا لابد تعرف ربك جل وعلا أن له الكمال، ليس كاللات والعزة ومنات وضريح السيد فلان وقبر وضريح الولي فلان ونحو ذلك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا هو ربنا جل وعلا. أما صاحب الضريح أو صاحب القبر أو الصنم أو الشجرة ونحو ذلك فليس كذلك. فلا بد أن يعرف الإنسان ربه لأجل أن ينقاد لأوامره ولأجل أن يوجد في قلبه المحبة لهذا الإله العظيم الجليل. ولا بد أن تعرف نبيك عليه الصلاة والسلام فتتبعه وتعلم أنه عبد لله ورسول لله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب وإنما يصدق. ولا بد أن تعرف هذا الدين لأجل أن تنفذه في حياتك اليومية فلا تقصر في شيء منه. يقول هل من نصيحة لأهل السنة بشأن تعاملهم تقاربهم مع الشيعة؟ كيف تقاربون؟ يعني نصير أهل السنة شيعة؟ موافقين عليكم تصيروا شيعة؟ يعني الشيعة عندهم قرآن غير قرآنكم، وعندهم سنة غير سنتكم، فما الذي يجمعكم بهم حتى تتقاربوا؟ هل تتنازلون أنتم عن القرآن والسنة؟ إذن كيف تتقاربون؟ هم لا يقبلون منكم أبدا، لا يمكن أن يقبلوا منكم رواية رواها أبو بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو أبو هريرة أو غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. وحينئذ فالسنة التي عندكم ليست سنة عندهم، وهم يجرحون في الصحابة الذين هم مصدر التلقي عندنا، فكيف يكون هناك تقارب؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذا يسأل عن سجود التلاوة، يسأل عن سجود التلاوة في أوقات الكراهة. بعض أهل العلم يرى المنع منها، والكثير من أهل العلم يرون جوازها لأنها ليست صلاة من كل وجه، فلو سجد الإنسان في وقت النهي لا حرج عليه، وهي سنة في التلاوة ليست واجبة، فلو تركها الإنسان في صلاته أو خارج الصلاة فلا حرج عليه، الصلاة من حيث هي صحيحة، لكنه ترك السنة في هذا. يقول هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى 40 صلاة في مسجده النبي صلى الله عليه وسلم كانت له براءة من العذاب وبراءة من النفاق؟ لا أعرف شيئا في هذا. ورد حديث فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم أن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا الحديث فيه ضعف لكن حسنه بعضهم. أما صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي فليس لها أصل، والله أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي شيخنا الفاضل الشيخ أحمد طيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا على الحق والهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن نراكم دائما بخير وعلى خير وإلى خير، وأن نرى هذا البلد وقد تحقق فيه الخير كله لأهله جميعا. ونسأل الله جل وعلا أن يحل عليه الأمن والطمأنينة، وأن ينشر فيه الحق والعدل والهدى، وأن يجمع أهله على لا إله إلا الله، وأن يبارك في ولايته، وأن يجعل ولاية هذا البلد وجميع بلاد المسلمين في من يخاف الله تعالى ويتقيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ سليمان الدويري
خير الجزاء عما علمنا وأفادنا وأداد في محاضرته العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وكنا نود أن نسمع باقي المشايخ الأفاضل، ولكن الوقت ضاق لأنهم متوجهون لمكان آخر. ففضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الله الشنقيطي هيكون معنا يوم الخميس الساعة 9 صباحا يقرأ الحديث على الإخوة، فالإخوة اللي يعني مؤهلي لسماع الحديث فضلوا يحضروا معنا الساعة 9 صباحا يوم الخميس. الساعة 9 مولانا سيقرأ عليهم أوائل السنبلية، اسحبوها من على النت واتوا معكم في أوراق بحيث الشيخ يطلب منه يقرأ عليه. لا يقرأ إلا من يجيد القراءة، لا يقرأ على الشيخ إلا من يجيد القراءة. وجزاكم الله. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.